ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر درو، فيديو جديد. فيديو النهارده احمد مكي اغلى من الياقوت. اوكي طبعا الاغاني دي انا مش هقول لكم ان انا ما يعني اللي هو مش همثل عليكم، اقول لكم انا ما سمعتهاش قبل كده. لا سمعتها. اوكي اغاني احمد مكي انا سمعتها قبل كده، ممكن تقريبا مرتين حاجه زي كده او مره، لان انا بحب احمد مكي، بحبه جدا فاهم. فطبيعي بسمع له اي حاجه ينزلها، اي حاجه يعملها بسمع له، لان اصلا من محبينه من ايام الشفيق تامر وشوقية. اوكي وانا بحب احمد مكي من تامر وشوقية، وبعد كده طبعا كبير قوي كبير قوي انا اتفرجت عليه. اوكي الحلقات بتاعته كلها كنت على طول على اليوتيوب، على طول اول ما تنزل حلقه بوم اتفرج عليها فاهم. وكانت بتعجبني برضو الاغنيه كبير قوي فاهم. بعدين خلينا نخش على طول الاغنيه، لان الاغنيه 6 دقايق. اوكي فيلا ليتس جو. الناس هتقول لي هو بيحب الطيور، عارف ان هو بيحب الطيور فشخ. اوكي واتفرجت له على حلقه وهو بيحكي قصته مع الطيور والكلام ده، وعجبني وحسسني ان انا عايز اشتري طير فاهم، اتعامل مع الطيور فاهم. ومش عارف بيعمل طيور نادره، بيعمل خليط على مش عارف طير على كذا كذا. القهوه، انا عايز اقوم اعمل قهوه. يوم ميلادك يوم ما للدنيا انت جيت، اول علاقتي بك صوتك ما بيني وبينك حيط، سمعت صوتك استغربت اتلخبطت اتشديت، قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحة بكيت، اول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني وهب لي من عنده هدية، سرحت فيك ساعات فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلو في الصفات، وفي وسط زحمة فرحتي فجأة هجم سكات مخلوط صور ابيض في اسود من اللي عشته ومن اللي فات، يمكن عشان الضلمة في طفولتي كانت اكتر من نور، عيل صغير قال بسم الله وقام يعدي في بحور، مش شايف شط او مينا لاخر البصر مفيش امل، كان نفسي في حد يعلمني وينصحني ويبقى لي المثل، ربك حماني وتولاني برحمته مفيش جدل، بعد ما كل سكة اتسدت اسودت والباب قفل، يا رب يا كريم اهديني وقويني ووفقني لسكة تربيته على الشيء السليم، أمين. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله احسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول ابقى احسن اب، وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب. عسل تير ده عسل فشخ. اكتر واكتر ابتسامتي وضحكتي والمشي وحتى تكشيرتي، حتى نومتك رجلي فوق رجلي دي نسخه من نومتي، قبل وجودك الدنيا ما كانتش فارقه معايا، قلبي ده كان خلاص قلب حجر دي مش كنايه، جلدي تخن من قسوه الدنيا ومر الحكايه، بقيت زعلان على الشخص اللي شايفه في المرايه، لحد ما انت جيت غيرتني وكنت الهدايه، فتحت بايدك كل ابواب الرحمه جوايا، لما بحضنك واحس دقه قلبي جنب قلبك 100% ما حبيتش في الدنيا قبلك، لما بحضر أول مرة ليك في أي حاجة قلبي بيرفرف وأحس بألف حاجة وحاجة، إحساس غريب. أنا جسمي بيقشعر وشبه أعيط، ما أنا سمعتها قبل كده. جزء مني تحول إنسان بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان، خايف عليك من الدنيا يا ابني ملهاش أمان، وبدعي ربنا يحميك ويصونك هو الرحمن، كتبت رسالة ليك عشان لو قدري وقته حان، ومش مكتوب لكون جنبك لآخر الامتحان، عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد، مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد، خليك واثق في نفسك عن حلمك إياك تحيد، مهما سود الليل وطال هيطلع فجر جديد، عاوزك لربك شاكر وجهد الناس تقدر، واوعى تظلم مهما كنت قادر ربك أقدر، اوعى تفضح عيب إنسان لو ربك ستر، كما تدين تدان ما تضمنش القدر، لو قلت كلمة حق والناس فعلا الدنيا دوارة، يوم ليك ويوم عليك فعلا 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 فعلا. الناس بتفكر ان الدنيا دوامة ليهم، اللي هي مش دوامة دايمة ليهم فاهم، وفي الاخر سبحان الله الدنيا بتتشقلب
بيلبسوها هم يعني سبحان الله. وسبحان الله الوقت بتحس ان هو ايه يعني، انت لو في وقت المشكلة بتحس ان الوقت ماشي بالراحة، بس المشكلة لما بتخلص او ما بتفكرش في المشكلة بتلاقي الوقت جري بسرعة والآية اتقلبت، بقيت انت اللي في المكان اللي هو ايه، الدنيا اتقلبت. هو مش هقدر اشرحها اكتر من كده. الدنيا بتحس ان انت بقيت في مكانهم، يعني هما كانوا مفكرين ان هما في القوة فاهم، بعد كده سبحان الله الدنيا بتتقلب بتبقى انت في مكان القوة فاهم. سبحان الله الدنيا غريبة، الدنيا غريبة. كلامه صح. كاميرا تدين تدان ما تضمنش القدر، لو قلت كلمة حق والناس قامت عليك كأنهم قالوا لك مبروك تسلم ايديك. عشان الكلب الميت ضربه مش مطلوب، لكن لو كان شجر مسمر بيتحدف بالطوب. ودي حقيقة، لو انت معاك حق او انت شايف الحق دايما بيبقى الاغلبية عليك، هم الغلط، يعني الغلط بيبقى الاغلبية فاهم. سبحان الله الدنيا سبحان الله. ودي مش مع يعني مش مع شخص واحد، القصة دي ممكن تشوفها على كذا كذا طريقة مع كذا شخص. سبحان الله الدنيا غريبة. انا قلت الدنيا غريبة غريبة فشخ. لو يوم ذنوبك تقلت ارجع لربك توب، ربك لو حبك هيحبب فيك كل القلوب. ساعات بسرح وبسأل نفسي والدماغ تفكر، يا ترى هتبقى فعلا ظهري لما اكبر، لما العجز يبدأ ينهش فيا ويجور عليا، في عز احساسي بضعفي هيكون قلبك عليا، لما اللسان يتقل والكلام يصبح بطيء وعيد نفس الكلام اكتر من مرة ارجوك تطيق. يا ما طلبت مني عيد حكي الحدوتة كتير، وفي كل مرة كنت عيد لك قلبي كان بيطير. لما تلاقيني قدمت ومش مواكب عقل جيلك، ما تركنيش لجهلي علمني من غير ما جيلك، خليك عيني نور لي طريق المنتهى وافتكر اني من علمك معنى الحياة. لما بطل اقدر المنتهى وافتكر اني من علمك معنى الحياة. لما بطل اقدر امشي لوحدي خطوتين، لما اكون اضعف من ان اقدر اشرب من غير معين، لما تموت الذاكرة وبالعافية اعرف انت مين، وجودك جنبي كفاية لحد ما يجيني اليقين. كلمتين هقولهم عندي اغلى من الياقوت، كنت معاك يوم ولدتك عاوزك جنبي يوم ما اموت. ايه ده، هو الجوكر موجود هنا؟ ما علينا. اوكي انا طبعا انا قلت كلام في الاغنية اوكي رأكت. سبحان الله فعلا الدنيا مش دايما لحد، مش دايما لحد. الناس بتتعامل اساس ان هي دايما لحد واحد اوكي. الدنيا مش دايما هتكون معاك ومش دايما هتكون عليك، لازم مرة من مرات هتكون معاك لازم، ومرة من المرات لازم تكون عليك اوكي. هي دي الدنيا اوكي. ما علينا، اتمنى الناس تاخد بالها من الحاجات دي وتاخد بالها من الاغاني. يعني لو الاغنية دي، انا واحد من الناس لما بسمع حاجة او الحاجة بتيجي صدفة ايا كان اغنية او فيديو مثلا بيكلم عن حاجة معينة، بحب اركز فيها اللي هو اكيد فيها رسالة فاهم، رسالة موجودة. فممكن حد بيتفرج دلوقتي على الفيديو ده ممكن يكون في رسالة مبعوثة لك اوكي. ممكن تكون مثلا ظلمت حد او مفكر ان الدنيا هتبقى معاك على طول، فربنا بيحاول ان هو يفكرك يقولك خلي بالك انت اللي انت بتعمله ده غلط، الدنيا مش دايما عليك مش دايما معاك اوكي. الدنيا في يوم هتيجي عليك فاهم، او هتأذيك فاهم. فانا اتمنى الناس برضو تاخد بالها من النقط دي اوكي. وانا الاغنية انا دايما بحب احمد مكي لان اغاني كلها هدفة، بحس ان هو هدف وهدف صالح لكل فاهم، وبيتكلم عن ناس حياتها
بتظهر يعني المشكلة اللي هو بيكلم فيها دي ظهرت لي فاهم، وظهرت لك اكيد وظهرت لناس كتير ان انت ممكن يبقى معاك حق في وقت من الاوقات وتلاقي الناس اللي بتواجهك اكتر لدرجة بتشككك ان انت غلط فاهم، بس انت من جواك في حاجة بتقولك لا انا صح فاهم، وفي نفس الوقت انت عندك اللي هو التفكير اللي هو انت مش شايف نفسك فانت بتحس ان هم الاكترية هم صح فهذا معناه ان انا غلط فاهم. مش عارف اشرح اكتر من كده، بس يعني دي حاجات فعلا بتواجهنا كلنا فعلا، سبحان الله وذكرها كمان في الاغنية. ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، وانا اسف لو انا في كلام مش عارف اقوله او اترجمه اوكي، لان عايز اقول كلام او اعبر بس في نفس الوقت مش عارف اطلعها ازاي اوكي، لان قدام الكاميرا ببقى مش عارف، وضوء غير كده ضوء، انا عمال اطلع مبررات. ما علينا، انا هقفل الاغنيه هقفل الفيديو على كده يعني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويلا تشوس.